احكي لنا دره، شكون هي دره بكرومه؟ خاطر ما شاء الله عليك السي في نتاعك الله واحد. دره بكرومه هي مواطنه عاديه من عائله بسيطه جدا، تونسيه الجنسيه، تربيت في اسره عاديه، والدي توفى وانا عمري 4 سنوات الله يرحمه يعيشك. دونك كبرت شويه، وصلت لاج معين جيت اوبليجي باش جاسوم لا ريسبونسابيلتي، باش تحمل المسؤوليه نتاع العائله ونتاع قرايتي في نفس الوقت. انت في داركم انت وحدك دره؟ لا، عندي خويا اصغر مني، مي انا كنت انت الاخت كنت الاخت الكبيره والبنيه الكبيره، وبحكم والدي توفى دونك جيت اوبليجي داسوم لا ريسبونسابيلتي. كنت نقرا ونخدم دوبوي لاج او ميم طون دوبوي لاج دو 17 ans. مني عمرك 17 سنة وانت وانا نكافح وانت 17 باك ديجا؟ لا لا لا، قبل الباك، قبل الباك. انا الباك نتاعي ما المستوى التعليم المتوسط نتاعي مش في الدولة التونسية، في ليبيا، في ليبيا الشقيقة. قريت في ليبيا؟ كنتوا عايشين في ليبيا انتما؟ لا، كان عندنا، كان عندي صاحب الوالد الله يرحمه كان كادر في الدفاع، في وزارة الدفاع في هذاك الوقت. دونك كبرت انا شويه، من اللي توفى الوالد هو اللي لاهي بينا. عاد لاهي بينكم؟ القصه شويه مختلفه شويه. دونك السيد هذاك كان في مقام الوالد، وقف معكم؟ وقف معنا. كي وصلت لاج دو 17 ans في الليسي، جافي كيلكو معناها بروبليم مع بروف المات، و مشكله كبيره معناتها على حساب هذاك. لا مش مشكله كبيره، انا كنت علاقتي طيبه مع لي بروف الكل، الا بروف المات كنت ديما المعادلات نقلبها له ونخرج له بنتيجه اخرى. اللي نرفزه مش اني نقلب المعادله ولا نخدمها الفورمول كيما هو يحب، اللي نرفزه اني انا ننجح فيها. فوالا معناتها تحس اللي يتغشش عليا ديما يعاقب فيا. Par contre, prof technique ou prof science, qui fait que je suis là, je moyenne là, je technique ou science 20, 19, je suis là, je prof là, je suis 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 là, دونك عملت غششني برشا، عملت رياكسيون هكا اغريسيف شويه. الوالدة مشيت شكيت للسيد هذايا اللي في الميليتير، قلت لك في مقام الوالد الله يرحمه. مقام الوالد جاي العشية، عيط لأمي لبرا، خرج لبرا بقى يحكي معاها شوية شوية، قال راني مشيت ليسي اكسيتيرا. هما لبرا قدم باب، ومن بعد عيط لي أنا، قال لي أنا شنو بالنسبة ليك؟ قلت له في مقام الوالد الله يرحمه. عطاني كف، قال لي تعرف علاش كليت كف أنت تو؟ قلت له ليه؟ علي من علاش عم حبيب؟ قال لي أنا ما نجيبش بنات، انا عندي دره تسوى ثكنه، باش تتذكر الكلمه هذه وادخل جيب ساكك ويجا. دخلت مانيش فاهمه حتى شيء، هي ماكله كف ومروجه وحاسه روحك مظلومه ومانيش عارفه علاش. دخلت لميت حوايجي جبت الساك وخرجت. دونك بعثني مع العائله ليبيا في ليلتها. مشيتوا لك في لي انا؟ لا لا، مش مع امي، مع عندي خالي عايش في ليبيا، وعندي وعنده هو علاقات، وبعثني مع شكون ليبيا. وامك معناتها سافا ماشيه معاه في الخط؟ بنته بابا رباه. وكي توفى الوالد وكب بعد ما كبروا بابا، انا بابا جابني عمره 70 سنه، معناها رباه بابا، هو رد الجميل نتاع بابا ردوا فيا انا. دونك هذيك كيفاش بديت في غرامي في قرايه الاختصاص نتاعي، وكيفاش بديت حياتي. كي مشيت وصلت الصباح، دونك اول خدمه خدمتها في سفاره، السويت نتاعي في السفاره. كملت قرايتك في ليبيا؟ وكملت باراليل، سجلت في سجلت مرحله التعليم المتوسط في ليبيا، اللي هو الاختصاص نتاعي ليكيفالون دو باك تونيزيان، اللي هو اداره اعمال وعلوم اداريه، بزنس ادمنستريشن ان انجلش، هذايا ليكيفالون دو باك تونيزيان. بعد دخلت الكليه القانون، وهو اللي شرط عليا اني باش ندخل الكليه هذه وباش نقرا على كيفه هو. وانت كنت ماشيه معاه في الخط؟ ماشيه معاه، خاطر نحب نترينا سبور اللي انا نحب عليه. مشكلتك سبور انت وقتها؟ هاني نقرا وهاني نخدم ونترينا وكهو، اللي تحبوني نقرا نقرا، انا هاني نحب. وان باراليل قريت القرايه اللي نحبها انا، روا قريت لينيرجي فيتال اللي هي توسكي بيولوجي وبيو انرجي، ومن بعد دخلت للميدسين استيتيك. مي باش نعمل اللي انا اللي نحب عليه، يلزمني نقرا لهم في كليه القانون ونقرا لهم اللي يحبوا عليهم. هو راه مستقبلك كيما هو يحب يرى، هو يشوف فيا كانت صوره في مخ وانا مش فهمته. يربي فيا
وبار كونتر هو وصحابه ثلاثة اللي هو ربيهم معناها الوالد، هو صحابه زوز ميليتير وواحد حرس، دونك ثلاثة ميليتير وواحد حرس، وتكتلوا عليه وين البنية اللي اش تعرف تربيت عسكر، ما لا نقاش فيه. ومن القلق اش نعمل؟ هاني كملت قريت انفورماتيك، نمشي نحط في لونغ، هاني قريت ايطاليان ولي لونغ نقرا فيهم وقتها في لي سونتر كولتوريل نتاع لي زومباساد اللي موجودين في ليبيا، خاطر ليبيا ما كانش فيها معناها انستيتيو وين باش تقرا لي لونغ. دونك هذوما لي زومباساد اللي غادي كيما السفاره الايطاليه والسفاره البريطانيه عندهم دي سونتر سو بلاس، دونك نقرا. فوالا انت الحكايه هذي كنت تعمل فيها من القلق، هاني نقرا في برشا حاجه ما نعمل نخدم. لقيتها اليوم لقيت برشا فوالا.